السلام عليكم. عليكم السلام. بغيت نسولك علاش كيقول لك الصفرويات ما فيهمش الزين؟ لا بالعكس، كاين الزين، كاين موجود الحمد لله. كاين الزين هنا في الصفرو. كاين الزين بزاف؟ لا كاين والله. وشنو غتقدر تقول لهم؟ شنو نقول لهم؟ ما عرفتش. تقول لهم كاين الزين؟ كاين الزين. بغيت نسولك علاش كيقول لك الصفرويات ما فيهمش الزين؟ وهذاك وجهة النظر ديالهم هما، انا ما عندي حتى شي جواب على هذا السؤال هذا. وعلاش ما فيكمش الزين؟ وراي الا شنو غنقول لك انا من ناحيه وجهه النظر ديالي، انا الجمال في القلب ماشي في المظهر الخارجي. تقدر توجه لك الناس اللي كيقولوها على الصفرويات ما فيهمش الزين؟ كنقول هذوك اللي كيقولوا الصفرويات بانهم ما فيهمش الزين يشوفوا التعامل ديالهم والطريقه ديال التصرفات ديالهم والاخلاق ديالهم، ما يشوفوش الجمال والمظهر الخارجي واللباس ديالهم وداك داكشي الاخر. ثاني مره بعيد الحب وهذا ما عرفتش علاش. غادي نسولك شحال اعلى معدل جبتيه في القرايه ديالك؟ على معدل في الابتدائي كنت جبت 8 على معدل، وفي الاعدادي جبت 14 على معدل. بغيت نسولك علاش كيقول لك الصفراويات ولا بنات اللي دايرين بالصفر وما فيهمش الزين؟ علاش اخويا احنا ما عجبناكش؟ لا اخويا لا، المهم كاين الزين. كاين الزين، هذوك اللي كيقولوا ما كاينش الزين وكيقولوا الدراري احسن من البنات والبنات كيدايروا المكياج، حنا بنات كدايرين اخويا شي مكياج. الناس كاينين اللي زوينين صراحه. نعم كاين. دونك دابا اش كتوجهوا لهم الرساله؟ نقول لهم اخويا بالله راه كاينين اللي زوينين، غير نتوما بداو تشوفوا بزاف مزيان. كيقول لك علاش الصفراويات ما فيهمش الزين؟ والله اعلم، هذاك حريتهم الشخصيه يقولوا اللي بغاو. دابا نتوما ما فيكمش الزين؟ وما نقدرش نحكم، ما نقدرش نقول لك واش زوينين ولا ما زوينينش، ما عرفتش. دابا انت كتشوفي في الصفراويات كاينين الزين ولا ما كاين الزين؟ كاينين. دابا انت زوينه ولا ما زوينه؟ ما نعرفش والله اعلم، ما نقدرش نقول. زوينه باش نعرف صافي زوينه ولا خايبه. اذا دابا انت نحسن فوق بزوينات ولا بالخايبه؟ اللي عجبك. اللي بغيت. الصفراويات ما فيهمش الزين ومتكبرات. كاين هاد القضيه، كاينين اللي كيقولوا متكبرات، كاينين اللي كيقولوا ما متكبراتش، على حسب التعامل ديالهم مع ناس اخرين، مع بنات اخرين والواحد والراي ديالو. ودابا انتم في نظركم الصفراويات فيهم الزين ولا ما فيهمش الزين؟ صراحه نسبه كبيره فيهم الزين ونسبه صغيره فيهم الخايبين. اذا الخايبات كاينين. كاينين الخايبات وكاينين الزوينات. شنو غتوجه رساله لهذوك يقول لك ما عندكمش الزين؟ كل واحد والراي ديالو، الزين كاين والزين من عند الله، وكل واحد والراي ديالو. السلام عليكم. وعليكم السلام اخويا. اخويا كيقول لك الصفراويات ما عندكمش فيهم الزين. اش نقول لك اخويا؟ الصفراوه احسن بلاد وفيها الزين والتيتي تبارك الله، ما كاينين قوقه تنطح قوقه وديما غايه صفراو فيه التوت تبارك الله اخويا. واللي قال لك ما كاينش صفراو فيه الزين يطلع يشوف ليا مع راسو، راه صفراو قريب ما بين فاس 30 كيلومتر. كيقولوا الناس من الرباط ومن كازا. ناس الرباط، ناس الرباط، ناس كازا اللي تيشاهدونا مباشره من الكاميرا، مرحبا بكم في صفراو. هذه مدينه الكراس معروفه بجرداني دو ماروكا.